طبعا انا متخيله انه ناس كتيره مش عايز اقول بدات تزهق، بس بدات ترهق وتتعب من كل الاحداث اللي احنا بنمر بيها. بس يعني احنا بنصنع تاريخ، احنا بنصنع مستقبل، بنصنع تاريخ اولا وبنصنع مستقبل مصر في الفتره اللي جايه. اكيد انتخابات مجلس الشعب حتى في وسط كل المشاكل اللي فيها، في وسط كل التجاوزات اللي بنسمع عنها، هي تجربه ايجابيه وحقيقيه بيعيشها الشعب المصري لاول مره. خلونا نتكلم عن الانتخابات. خلصنا من تلتين الانتخابات حتى الآن، مرحلة أولى والمرحلة الثانية، وداخلين على المرحلة الثالثة في 3 يناير. هنعرف تعليق ضيفنا على انتخابات مجلس شعب الثورة اللي بتعمل 2011 2012 من ضيفنا اللي بينورنا أستاذ محمد عصمت، مسؤول الطبعة الثانية لجريدة الشروق. نهارك سعيد يا فندم. أهلا، صباح الخير. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ محمد. هل كان في فرق ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية؟ هو الحقيقة يعني ما فيش مفاجآت حصلت من المرحلة الأولى. كان الاتجاه السائد في الانتخابات تقدم الاسلاميين، بالتحديد حزب العداله والحريه، الحريه والعداله، لكن حزب النور كان مفاجاه. المفاجاه في المرحله الثانيه برضو يعني ما اتغيرتش، نفس حزب النور خد اصوات اعلى مما كانت الناس متوقعه. لكن هو الحقيقه في شويه ملاحظات حوالين المرحلتين بمعنى اصح. نعم. يعني ان كان في حقيقه القوانين، اللجنه العليا للانتخابات كانت وضعت اشتراطات ووضعت يعني مجموعه من القيود القانونيه للحملات الدعائيه لمختلف الاحزاب. اللي حصل ان كان في تجاوزات الحقيقه كتيره، يعني حصلت ملحوظه ادعاء يوم ايام الصمت الانتخابي، الورقه الدواره، ورقه بتلف على ظهرت في كذا دايره، ظهرت في كذا دايره بالظبط. التجاوزات دي الحقيقه يعني احنا كتجربه يعني ديمقراطيه حقيقيه من 60 سنه ممكن تحصل، ممكن تقول كده يعني من 60 سنه تجربه ديمقراطيه وانتخابيه حقيقيه، وكان في حقيقة يعني دعايه مضاده من احزاب. لكن المفترض كان يبقى في تركيز اعلامي اكتر على هذه التجاوزات الانتخابيه حتى يعني احنا نكسب ثقافه ديمقراطيه افضل في المراحل الجايه. ما بقولش ان احنا يعني نعيد اعاده الانتخابات تاني لان هي تكلفتها السياسيه والامنيه صعبه. لكن على الاقل يبقى في نوع من انواع التنوير للناس بحيث ان احنا نقدر نتلافى الاخطاء دي في المرحله القادمه. يعني لو استاذ محمد لو قلنا في الايجابيات كام في الميه والسلبيات كام في الميه، او التجاوزات بمعنى اصح كام في الميه؟ والله السؤال دوت يعني تقريبا قيمي جدا، لكن انا ما اقدرش، انا من وجهه نظري يعني بنطلق من قناعات مثلا فكريه معينه، ممكن اقول دي 0%، لكن ممكن بعض ناس اخرين يقولوا دي 100% او 90%. لكن عشان نبقى ناخد يعني الطرفين النقيضين، انا بعتقد انها تجربه ناجحه في مجملها. ان الناس راحت الانتخابات نفسها، في ناس عندها فوق 60 70 سنه اول مره ينتخبوا في حياتهم. في ناس بيعرفوا ايه الحريه والعداله، مش البعبع اللي كانوا بيخوفونا بيه. الليبراليين برضو ابتدوا يبانوا، في يساريين ابتدوا يبانوا. فعايز اقول ان في حراك، الحراك دوت احنا ما نتوقعش ان هو هيبقى مثالي ويبقى نموذجي بعد يعني عقود طويله جدا من القهر الاجتماعي والثقافي والسياسي. لا تتوقع اشياء كثيره من مناخ كان احنا عايشين فيه في مصر، وحقيقه مش 30 سنه بس بتاعت مبارك، يعني فترات طويله وقبلها كمان، من قبلها احنا من ايام عبد الناصر حقيقه مع كل انجازاته الاجتماعيه. لكن كان يعني قتل الهويه السياسيه للشعب المصري عموما كان منهج سائد في الحكومات كلها المصريه من بعد الثوره بالتحديد. نعم. وقبل الثوره كان في تزييف، فاحنا يعني تراثنا السياسي الديمقراطي بمعنى الليبرالي الغرب اللي احنا عايزين نبقى زيه يعني، او بنتمثله بمعنى اصح، يعني تراث الحقيقه مش براق قوي يعني. فترات قليله جدا في تاريخنا اللي كان فيها نوع من انواع النهضه الديمقراطيه والصراع السياسي على اسس سلميه. تمام. ما عندناش تراث طويل في الحكايه دي، لكن احنا عندنا مخزون حضاري طويل بيجعلنا نستوعب يعني ادوات واليات غربيه ممكن يعني ناخدها بشكل يناسب طبيعتنا ويناسب شخصيتنا القوميه. تمام. استاذ محمد، حضرتك ذكرت تحديدا التيار السلفي او السلفيين. أيوة. وانه كان في صدمه كبيره جدا بعتقد عند ناس كتير من ان هم ما كناش متوقعين ياخدوا الكراسي دي في المرحله الاولى. صحيح. وكان الرهان ان هم في المرحله الثانيه اكيد مش هياخدوا كراسي اكتر او مش هيقدروا يوصلوا للمرحله الاولى، لانه خطابهم بقى فج جدا لناس كتيره، بقى مزعج لناس كتيره، وإذ بينا نفاجأ مرة تانية أنهم واخدين أصوات أكثر يمكن مرحلة. يعني في وجهة نظر بعض الناس أن المرحلة الثانية نتائج على مستوى فوز التيارات الدينية بشكل عام أسوأ من المرحلة الأولى. أيوة. ورغم أن هم غيروا، وهم حاولوا يغيروا خطابهم شوية، حاولوا يبقوا أكثر حدة وألطف. حيك شايف أنه المرحلة الثالثة رايحة فين كده؟ أتصور هنا بنفس المنطق اللي يعني نفس السيناريو ده، هياخدوا يعني بعض يعني انتصارهم هيستمر وبنفس المعدلات تقريبا، يعني هزيد 4% تنقص 3%، يعني المساله ده اتجاه عام في هذه المرحله. واتصور ان يعني ملحوظ ان السلفيين يعني انت حضرتك اشرت ليها في سؤالك،
ان هو ممكن يتطوروا، يعني هم خطابهم ابتدى يبقى اقل حده. صحيح. هل ده مجرد خطاب يعني للاستهلاك المحلي للناخبين، ولا هيبقى قناعات فكريه هتتغير لما يخشوا تجربه سياسيه؟ يعني السلفيين عمرهم ما دخلوا تجربه سياسيه بالمعنى الموجود دلوقتي، كان معظم معظم يعني تعاملاتهم يعني مع امن الدوله الحقيقه بمعنى اصح يعني. وكانوا جزء من الناس بيعتبرون جزء من ادوات النظام السابق في يعني يعني السيطره على الشارع الاسلامي والسيطره على غضبه، وكان جزء يعني ده كان بيتقال عليهم الحقيقه. انا ما عنديش طبعا ادله واضحه تمام، لكن ده كان الانطباع العام عن عن السلفيين. اتصور ان هم في مرحله يعني مع مع التجربه الديمقراطيه في مجلس الشعب ممكن تبتدي منهم تيارات اكثر يعني انفتاحا على الاخر، وممكن جدا يزيد تصلبا. ده يعني الحقيقه في اخطار محدقه بينا جايه، ممكن الصراع السياسي يخش في أزمة ما بين التيارات الإسلامية والليبرالية وتحصل مشكلة كبيرة. لكن أتصور أن الإخوان المسلمين ضد يعني الاتجاه الإسلامي العام في مصر هو بيميل أكتر ناحية المصالحة يعني ببرنامج سياسي ممكن تقدر تحكميه وتحزبيه عليه. النهاردة في تصريحات محمد بديع امبارح، أنا امبارح أقصد، أن هو تصريحات منفتحة جدا على الأخوة الأقباط، منفتحة على التيارات الليبرالية، على التيارات اليسارية. تمام. وبيقول إحنا عايزين نعمل حكومة ائتلافية، وبيقول إن حتى إحنا يعني نجحنا في بعض الدوائر بشخصيات قبطية وبشخصيات ليبرالية وبشخصيات ملهاش علاقة بالتيار الإسلامي. فقال ده مش نجحنا، مش نجحنا إحنا بس كإخوان، ده نجاح تحالفنا مع بعض القوى. تمام. ده في اتجاهات يعني اتجاهات إيجابية يعني ممكن يتبني عليها. استاذ محمد، انا يعني شخصيا رأي شخصي يعني انا مش يعني مش يعني كنت متوقع هذا الاقبال الكبير في الانتخابات على الاتجاه او التيار الاسلامي. تمام. من وجهة نظري ومن خبرتي السابقة الشخصية في الشارع المصري من عدة سنوات انه غالبا هو التيار اللي هيبقى غالب في مجلس الشعب. تمام. ونتمنى ان هم لما يجوا يقدروا يعملوا فعلا الانجاز المفروض يعملوه في الفتره القادمه لمصر اقتصاديا والتعليم وطبعا كل الكلام ده. ولكن عندي سؤال دايما بساله، هل صح في مجلس الشعب في اي دوله في العالم ان يبقى تيار واحد بس هو الاغلبيه؟ لان ده كنا بنعاني منه في النظام السابق، ان هو يبقى فيه الحزب الوطني هو مسيطر، يبقى كل الاراء بتاعت الحزب الوطني هي اللي هتمشي. تمام. زي ما حضرتك عارفين كلنا اجماع خبطه الموافقه يعني موافقة. هل ده صح انه يبقى كتله كبيره ممكن توصل ل 70% هو تيار اسلامي او ممكن يمكن اكتر الله اعلم بعد المرحله الثالثه؟ ما اعتقدش يبقى اكتر يعني تشدد يعني. لا طبعا ملحوظتك مظبوطه جدا، يعني يكون تيار بعينه حتى لو يساري يعني في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي في مصر يسيطر على القرار التشريعي والرقابي على الحكومه ويسن قوانين ممكن يغير طبيعه الدوله، طبعا ده خطر. لكن انا براهن على حاجه تانية برضو، على ذكاء الاخوان المسلمين وفيهم هم اكثر عمليه او بيسموهم بعلم السياسه براجماتيك، يعني هم اكثر قدره على التكيف مع الظروف، وطول عمرهم كده الحقيقه. وتحالفاتهم كلها وحتى نقدهم على تحالفاتهم كلها هي على المصلحه فين وازاي يبقوا عمليين ويحققوا برنامجهم. لكن في نقطه ايجابيه الحقيقه في الدائره حضرتك طرحتها دي. تمام. برنامج الانتخابي بتاع الاخوان يعني ده ممكن جدا من بعض التعديلات ان يعني يصلح مثلا طبعا بقرا برامج الاحزاب بحكم شغل يعني لبعض احزاب يساريه متطرفه، مش متطرفه، احزاب يساريه يمينيه يعني يعني او يعني يعني زي الحزب الشيوعي المصري بمعنى اصح. هو بكتير بيتفق كتير جدا مع البرنامج بتاع الاخوان، التسعيره الجبريه لبعض السلع الاساسيه للناس، ده برنامج الاخوان قايل كده. الضرائب التصاعديه على الشركات الراسماليه الكبيره، الغاء دعم الطاقه للجنزوري الدكتور الجنزوري خاله قريب. يعني هم القدره التعامل مع الاخوان سياسيا في 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 برنامج لاصلاح اقتصادي عاجل للفقراء والكادحين وللطبقات اللي يعني اللي هي يعني اتعرضت لاذى كتير ايام حسني مبارك والسادات، اتصور ان هم ممكن يكونوا يقدروا يوصلوا لهم. نعم. يعني برنامج الاخوان الاقتصادي يقدر يوصل للناس دي. تمام. ويكتسب شعبيه وده وارد. تمام. لكن هم بيقول لك هم طبيعه التكوين نفسه، شخصيه التكوين التنظيم الاخوان المسلمين هم عمليين. يعني مساله الوعدين ممكن جدا ياخدوا موقف ونقيضه تحت اعتبارات ويفسروها يعني ويبرروها. انا مش خايف قوي من مساله هيمنه الاخوان على المجلس، لكن خايف من اداء السلفيين يزايد على جمهور يعني لحد ما وعي السياسي لم يتطور بعد يعني. نعم. وخايف برضو من عدم قدره التيار الليبرالي على الاداء الصح ويخش في معارك جانبيه مع الاسلاميين. ده ممكن يكون مخاوف، لكن الاخوان في حد ذاتهم يعني انا لا اخشى ان هم يسيطروا سيطره زي يعني شبيهه بالحزب الوطني على مجلس الشعب.
طيب. واغلبيه موافقه يعني وتمثلوا او يستنسخوا فتح سروج جديد مش هيحصل يعني. خليني اقول النتائج كده اللي مكتوب على الشروق سريعا النهارده. المرحله الثانيه الاخوان 141 كرسي، النور 68، الوفد 22، الكتله 22، المستقلون 16، احزاب الفلول 7، الوسط 7، الثوره المستمره 5، والاصلاح والتنميه 5. دي مبدئيا المؤشرات الاوليه. بالظبط. في المؤشرات دي بقى انا عايزه اتكلم على بعض الافراد اللي نجحوا في المرحله الثانيه، واحنا بقى عندنا كده مناطق جغرافيه بقت بتدي امل شويه للناس اللي مش مع التيار الاسلامي. من ضمنها الدقي مثلا، يعني فوز دكتور عمرو الشبكي. تمام. كانت سعاده بالغه لناس كتير، مع العلم طبعا ان دكتور الاستاذ عمرو، دكتور عمرو دراج راجل محترم جدا جدا وناس كتيره فعلا كانت محتاره حقيقي. صحيح. بعيدا عن انتمائه للحريه والعداله. لكن دكتور عمرو دراج كمان كان راجل محترم جدا يعني. بالظبط. فعمرو الشبكي، دكتور عمرو الشبكي، دكتور عمرو حمزاوي، دكتور مصطفى النجار، كل دي اسامي ادت امل لناس كتيره. ويخليها تسأل على المناطق الجغرافيه اللي احنا بنتكلم عنها. مصر الجديده ومدينه نصر. بالزبط. والدقي مناطق ايه. هو طبعا جمهور الاخوان يعني وتاريخهم السياسي كان بيستهدف بعض الفئات المحرومه من عطف الدوله وحنيتها ايام السادات، بمعنى اللي محتاج علاج، محتاج طالب، محتاج يعمل مش عارف ورق في ايه، اكل وشرب وبطاطين وشرب وحاجات زي كده. هما كانوا بيتواجدوا في الازمات، بيتواجدوا، فعملوا دور الدوله الغائب، هم قاموا بيه، وده الحقيقه اداهم ارتباطات قويه ومصالح مع قطاعات اللي هي محتاجه ده. مناطق الدقي او مصر الجديده او المناطق اللي مش محتاجه قوي خدمات الاخوان المسلمين. اللي هيروح على يعني بناء على اعتبارات فكريه او انتماءات سياسيه معينه. الجمهور مش جمهورهم يعني. في المناطق دي مش جمهورهم. المنافسه هنا بتبقى حقيقيه، لان مستوى الوعي او مستوى حتى عدم الاحتياج الاقتصادي او للمساعدات الاخوان مش موجود. لكن طبعا انا اتصور ان الرموز اللي انت حضرتك اشرتي ليها دي هتقدر تعمل توازن كيفي مع الكتله العدديه بتاعت الاخوان. ده حضرتك سؤال حضرتك برضو طبعاً. هو السيطره. اتصور ان بعض يعني النجوم البرلمانيه اللي ممكن جدا تاخد اضواء وتصير قضايا حقيقيه وتقدر تعقلن مساله سيطره تيار بحاله على المجلس وعلى القرار. نعم. اتصور هيبقى فيه دور وده عليهم دور كبير الحقيقه. نعم. استاذ محمد، انا يعني كشاب كده مصري، هل ممكن يبقى خيال علمي او خيال واسع يعني بالتريق يعني على اللي انا هقوله يعني معلش، انه خيال علمي مثلا ان احنا نكافئ الثوار اللي قاموا بالثوره 25 يناير الحقيقيين الشرفاء بان هم يدخل مثلا عدد منهم البرلمان؟ هل ده خيال ان انا يعني اتمناه مثلا؟ حاجه صعبه جدا، هل حاجه مستحيله انه الناس دي اللي قامت بالثوره دي يبقوا موجودين في البرلمان؟ وخصوصا انك انت لو بتقرا اي تاريخ اي شعب ها تلاقي ان الشباب هو اللي ممكن يجيب حاجه جديده، هو اللي ممكن يفكر في شكل جديد، هو اللي ممكن يبقى فيه امل ليه. هل ده حاجه مستحيله؟ بيتضربوا مش بيتكافئوا بس يعني. بس ممكن حاجه تكمل. هو طبعا مش خيال علمي، ده بالعكس، ده يعني ده حاجه مستحيله يعني ان احنا نقدر نفكر مش فيها. مش مستحيله خالص، بس ده يعني ده حقيقه مطلب واقعي ومطلب مهم واساسي وحيوي جدا، ان الكتله دي الشابه دي بدل ما تترك للشارع او تترك مش للشارع اصلا، للثوره، وتترك لرفض كل ده، ممكن استيعابها داخل المجلس بنفس زخمها الثوري ده. يعني مش عايزين نحطها جوه حزب، بالعكس لو تاخده مثلا في 10 اظن في 10 بالتعيين. بالتعيين افترض لو ممكن المجلس العسكري لو هو ليه حق التعيين يعني يعين 10 من الشباب للثوره. دكتور كمال الجنزيري هو اللي حق التعيين مش كده؟ كده هو كان الاول رئيس الجمهوريه، وبعدين الصلاحيات دي مش واضحه قوي يعني. يعني دكتور كمال الجنزيري عنده صلاحيات رئيس الجمهوريه، بعض صلاحيات ما عدا الجيش والقضاء. فممكن يبقى مجلس الشعب تبعه يعني. هو سلطه تنفيذيه، هل يقدر يرشح برضه؟ دي بقى نتساءل يعني. يعني طبعا ده لسه غامضه الحكايه ايا كان اللي فيه السلطه. يعني انا بتكلم على الفكره نفسها، ان احنا ممتازه يعني. هل ممكن نتبناها بشكل او باخر في كل حته في مصر؟ يا ريت يعني. انا بتصور ان دي كانت غايبه عن ناس كتير، يكونوا ممثلين وتحصل انتخابات جوه الائتلافات الثوريه دي، يختاروا مجموعه منهم وتخش المجلس، هتعمل برضو تكتل مع الكتل الموجوده الليبراليه الموجوده والكتل الاخرى اللي مش اسلاميه، بحيث نقدر نعمل توازن الى حد كبير. مهم جدا جدا. بس الاهم من ده كمان ان مطالب الثوار دي ينظر ليها بعين الاعتبار، يعني ان هم عايزين بعض الاشياء ابدو انها منطقيه، يعني بقالهم 10 اشهر بيطالبوا بيها، واعتقد ان هي المساله يعني مش محتاجه يعني صعوبه بالغه زي ما بيصورها لنا يعني. محاكمه قتله الشهداء، التسريع في محاكمه مبارك، في مطالب الحقيقه منطقيه، ما حدش بيقدر يختلف عليها، مش مطالب الثوار بس يعني.